عزيزي، نحن ليس هنا لكي ننتقد قرار السيد وحيد خليلزوتشي في استبعاد بدر بنون او اشرف بن شرقي، لاننا نعلم جيدا ان اشرف بن شرقي وبدر بنون لا يمتلكوا اي فرصه حقيقيه في تمثيل المنتخب المغربي الاول لكره القدم، ليس لانهم لاعبين سيئين، ولكن لان المنتخب المغربي عنده عناصر جيدة جدا، عنده عناصر محترفة كتير، عنده عناصر هيقعد يختار منها كتير من اللعيبة في أوروبا، فصعب إن هو يدور على لعيبة في الدوري المصري معاه يلعبهم في الكان، ده إحنا قاعدين نتحايل عليه ويقعد يبص كده على حكيم زياش ونصير مزراوي، كنت ناوي إن أنا أتكلم على زياش ونصير مزراوي وموقف وحيد خليلزوتشي منهم، وهل وحيد خليلزوتشي ممكن يسامح ويضمهم ولا لأ، لحد ما لقيت وحيد خليلزوتشي أعلن القائمة الرسمية لمنتخب المغرب اللي إن شاء الله تتواجد معاه في الكاميرون أو الكان اللي جاي بطولة كأس أفريقيا 2022. جاءت قائمة المنتخب المغربي كالتالي: حراسة المرمى ياسين بونو، أنس زنيتي، منير الحداد، منير المحمدي. طبعا ياسين بونو هيكون هو نمبر 1، واعتقد هيكون أنس زنيتي ومنير الحداد المحمدي هيحاولوا ان واحد فيهم يخش في التشكيلة التاني يطلع بره. الدفاع: أشرف حكيمي ولدنا، سفيان عكوش، ميتز، أزم مسينا، واتفورد، سفيان الكرواني، نخمين، مش عارف مين نخمين ده فين في انهي دوري بصراحة، جواد اليومك بلد الوليد، سفيان شكلة، لوفين، رومان سايس، ولفرهامبتون، نايف فكراد، استاد رين. فدول لما تفكر تحط بدر بنون وسطيهم كده هتلاقي ان الدوري المصري قليل قوي على التواجد مع اللعيبه دي بصراحه. يعني الوسط: فيصل فجر، سفيان مرابط، يوسف ملاح، ايمن بركوك، الياس شاعر، نسينا برضه نقول الانديه. فيصل فجر سيفا سبور، سفيان مرابط فيورنتينا، يوسف ملاح فيورنتينا، ايمن بركوك فرانكفورت، الياس شاعر كوينز بارك رينجرز. ايه ده، هو مش الياس شاعر كان بيلعب في واتفورد؟ عمران لوزا، لا عمران لوزا هو اللي بيلعب في واتفورد. سليم ملاح ستاندر ليج، عز الدين وناحي انجي. الهجوم: عبد الصمد الزازولي ولدنا، ذيس از سانز، هو ده ابننا، الموهبه بتاعتنا بتاع برشلونه، الحاجه الوحيده اللي احنا بنقول ان هي كويسه ان شاء الله. السيد وحيد خليلزوتشي شاف كده من بعيد ان الولد ده محتاج تضمه المنتخب المغربي قبل ما الاسباني يلعبوا في دماغه وتلاقي ان هم جنسوه وتلاقي ان موهبه زي دي طارت منك. فبصراحه احلى شوت اوت وحيد خليلزوتشي على الفكره بتاعت الزازولي دي، تخيل انت الزازولي ومي يعملوا معاه بطوله عالميه. يا جدع، كل الناس بتنسى الموضوع بتاع يوسف بتاع المزراوي وبتاع حكيم زياش، بس التوفيق يكون معاه في البطوله دي. منير الحدادي تشيبيليا، سفيان بوفال انجي، زكريا ابو خلال القمار، ريان مي، فرسفرس اسمه غريب قوي الفرقه اللي فيها ريان مي دي، يوسف النصير تشيبيليا، ايوب الكعبي، مالاتاي سبورت. يعني برضو مفيش يوسف العربي، بس عادي بصراحه جدا، بصراحه يعني قائمه قويه جدا وسكواد قوي جدا وسكواد، مش عايز اقول المنتخب المغربي مرشح للفوز بالبطوله، عشان لسه كنا بنتكلم في حته المنتخب المغربي تقول له كل ما بترشحه للفوز بالبطوله ما بيروحش ياخدها، فنقول ان المنتخب المغربي من ابرز المرشحين للبطوله عشان ربنا يكرمنا كده وما نلاقيش اي حد بيقول اي حاجه. بس بصراحه عجبني فكرة ان انت لسه عندك رأي، لسه عندك شخصية، انا مش هسمح لعيبة حسيت ان هم غلطوا في حقي زي مزراوي او زي حكيم زياش. الروح القوية للمدرب والشخصية القوية للمدرب، الشخصية اللي بتحاول ترهب اللعيبة طلعت اكبر بكتير من موضوع الاب الحنون المحترم اللي بيدي فرص تانية ده. شوت اوت بصراحة خلال وحيد خليلزوتشي، انا بحب انا المدربين الاقوياء وبحب المدربين اللي عندهم شخصية، بيعجبوني جدا بصراحة. اما حتة بنون واشرف بن شرقي مش هنقعد نعيد ونزيد كتير، بنون واشرف بن شرقي ما لهمش اي مكان في المنتخب المغربي الاول، هم معلش يعني هو الاخر بتاعهم ان هم يروحوا ويكونوا متواجدين في المنتخب المحلي او المنتخب المحلي المغربي، بيعتبر ان هو ملجا للعيبه اللي في الدوري المغربي، لان اعتقد ان القايمه كلها ما قلناش غير انس زنيتي بس هو اللي لعيب محلي. فانت دلوقتي ما تقعدش تتكلم على بدره وتتكلم على اشرف بن شرقي، لان تشوف القايمه عامله ازاي هتحس ان الموضوع عادي وبيس جدا. لو الموضوع عادي وبيس جدا وبيعدي ممكن تعمل لايك او سبسكرايب للفيديو لو عجبك، وممكن لو ما عجبكش تشتم كده بس على حنين يعني، وفي الحالتين اشتركوا في القناه معلش يعني.